قبل ما نكمل كلام، احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني. برحب بحضرتك يا كابتن، منورنا في الحريفه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الف مبروك طبعا، يعني فوز مستحق، بس عايزاك تكلمني عن الكواليس وعن البنات، الدعم اللي كنت حضرتك بتديه لهم من اللحظات الصعبه اللي عدت عليكم. الحقيقه طبعا احنا فريق النادي الاهلي للكره الطايره كبير جدا، وفريق ليه تاريخ يضم عناصر، يعني اكتر عناصر خبره في مصر وعناصر دوليه. طبعا هم يعني البنات الحقيقه كانوا متحملين المسؤوليه طبعا بقياده الكابتن نعله سامح، ومعاكي طبعا ساره امين. الاثنين دولت من احسن العناصر واكثر العناصر في مركز اربعه في مصر خبره ووقت المؤثر. الحقيقه هم بيبقوا موجودين في الملعب وبيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير، لان خبرتهم كبيره جدا في الكره الطايره سواء على مستوى النادي الاهلي او مستوى مصر. الحقيقه الفرقه كلها كانت بتمر بظروف صعبه الفتره الاخيره، انتقالات لعيبه واصابات عندنا وكده، بس اللعيبه الحقيقه اتحملت المسؤوليه كلهم واتوعدوا يعني ان هم لازم يحققوا البطوله، لان النادي الاهلي دايما متعود ان هو يحقق بطولات والمركز الاول في الكره الطايره. فالحمد لله هم عدوا الفترة الصعبة ديت وقدروا يحققوا بطولة السوبر أول مرة في تاريخ الكرة الطايرة المصرية تتعمل، فكان لازم النادي الأهلي يبقى هو دي الرياضة وحقق المركز الأول فيها. صح، ده مكانه الطبيعي يعني. فعلا فريق السيدات الطايره حقق بطولات وحاجات، يعني خطى صعوبات كتير قوي. لما بيبقوا اللعيبه بتوعك يا كابتن عندهم سنه احباط او صعوبات نفسيه او داون كاي حد، بتعالج ده معاهم ازاي؟ الحقيقه احنا دايما متعودين كل فتره لما بنمر بصعوبات او كده زي الفتره الاخيره دي بنقعد نتكلم مع بعض الفريق وكابتن الفريق، نقعد نتكلم احنا كجهاز بنتكلم وبنفكر بعض دايما بالصعوبات اللي قبل كده مرينا بيها، بالبطولات اللي حققناها. دايما بنعمل ابديت لنفسينا دايما ان احنا ما ننساش المجهود اللي بنبذله في التدريبات طول الموسم، ما ننساش المواقف اللي مرينا بيها. فلازم بيحصل نوع من التحفيز، اللعيبه برضو بتقعد مع بعضيها مع كابتن الفريق. حصل الفتره الاخيره برضو كابتن نهله سامح جمعت الفريق وقعدت برضو بدون الجهاز وقعدوا قاعده معانا. الحقيقه كل الامور ديت بتساعد جدا مع الامور الفنيه اللي احنا بنشتغل فيها. صوت حضرتك مش واضح يا كابتن. الطايره وتاريخه كبير جدا، ايام بطولات عربيه او افريقيه، طبيعي ان بيحصل في الفريق اب اند داون، ده بيحصل طبيعي في الفريق. بس الفريق الفرق الكبيره زي النادي الاهلي في الكره الطايره بتقدر تعمل كام باك وبتقدر تقف تاني على رجليها، وده اللي بيحصل يعني الحمد لله دلوقتي. بالفترة اللي جاية احنا عرفنا ان حضرتك اديت لهم 3 ايام اجازة، فعايزين نعرف بعد ال3 ايام الاجازة دول ايه اللي هيحصل. والله بصي احنا يعني اللي احنا عارفينه ان شاء الله ان احنا اول مباراة لينا هتبقى في كاس مصر في يوم 6/2، فعندنا حوالي 20 يوم هم ما اخدوش راحة، بقى لهم فترة طويلة يعني شغالين ماتشات، وكان عندنا الدور الاول دور قوي، كان في ماتشين مع الزمالك بالاضافه لمجموعتنا كانت مجموعه كويسه فيها فرق كويسه بتلعب بولي، فكان في بولي تقيل في المجموعه بتاعتنا في دور التمهيدي. وجا بعديها طبعا كاس السوبر، وكانت دوره مش مجرد مباراه، لا دي دوره لعبنا فيها 5 مباريات كويس. فالحقيقه هم كانوا محتاجين راحه، فانا يعني فضلت ان انا اقسم لهم الراحه شويه، ما اديهمش فتره طويله قوي في الاول، اديتهم 3 ايام وان شاء الله صراحة كويسة بإذن الله. كابتن حمدي، عايزة حضرتك توجه كلمة لبطلاتنا سواء نهلة وسارة اللي معانا في الاستوديو أو الأبطال اللي مش موجودين معانا. الحقيقة كلهم أبطال ويستحقوا كل تحية على الإنجازات اللي بيعملوها، سواء ما في خلال الفترة بتاعت اللي أنا موجود فيها أو قبل كده. فالحقيقة لا، هم أبطال ويستحقوا كل تحية، حققوا بطولات كتيرة على المستوى العربي والإفريقي وسيطرة على المستوى المحلي، والمنافسة بقت شديدة. أنا بقول لهم المنافسة بقت شديدة دلوقتي، كل الناس طبعا بيبقى بطل عاوزين ينافسوه أو عاوزين يزحزحوه على البطولات بتاعته، هتلاقوا مقاومة شديدة الفترة الجاية، فلازم تبقوا قدها وتركزوا أكتر، وإن شاء الله تحققوا كل بطولات زي كل موسم بإذن الله. تقولوا إيه للكابتن؟ يعني بنشكره طبعا، بنشكره طبعا على الفترة بتاعت السوبر، إن إحنا الحمد لله قدرنا نفوز بالبطولة، وطبعا ده مجهوده، وبنشكره طبعا على مجهوده معانا.
طوال السنين دي حققنا بطولات كتير جدا، وان شاء الله لسه كمان والاجازه كمان والاجازه طبعا دي شكرا يا كابتن حمدي شكرا يا كابتن حمدي على الاجازه، وطبعا ان شاء الله البطولات الجايه كلها مع بعض ان شاء الله نقدر نفوز بيها ان شاء الله. كابتن حمدي صافي مدير الفني لفريق سيدات الطايره بالنادي الاهلي، نورتنا في الحريفه.